ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الأستاذة سحر رمزي، منسق حملة مواطن والمتحدث الإعلامي باسم الجالية المصرية في هولندا. أستاذة سحر، بعد التحية، الجديد لديك في هولندا، وهل أثر الجو البارد على إقبال المصريين على السفارة المصرية؟ أهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقة بالعكس، برغم الجو البارد جدا والطقس لا يحتمل، السفاره مليانه متكدسه بالمصريين اللي حريصين جدا النهارده علشان يدلوا باصواتهم. الجاليه المصريه في هولندا عندها وعي كامل قوي بمهمه دورها، بانها ده الاستحقاق ده لازم تكمله، وعارفين ان مصر محتاجه ده، ان في تحديات في الوطن ولازم ينزلوا، لازم يدلوا باصواتهم. فعايز اقول لحضرتك في اتوبيس، وكمان كمان شويه هيجي اتوبيس ثاني، ده بخلاف العربيات اللي جايه، بخلاف الناس اللي جايه من جميع المحافظات. الحقيقه الاقبال النهارده رائع وفوق الرائع. وهو ده المتوقع من المصريين في هولندا الحقيقه دايما، ان هم يعني منظر مشرف لكل الجاليات المصريه في الخارج. صحيح. طب استاذ سحر، حضرتك منسق حمله مواطن، ومن الاسم يعكس يعني هذه الرؤيه للحمله من حيث المواطنه، وطبعا التواصل مع الوطن حتى وانتم في الخارج. هذه الحمله كيف استعديتم للانتخابات ووصلتم للمشهد الذي نراه اليوم؟ حضرتك احنا بدانا من شهر اغسطس الماضي في اجتماعات دائمه، وفي حملات توعيه عن طريق الفيديوهات، عن طريق مبادره خليك ايجابي وانزل وشارك. عملنا ايضا اكثر من مؤتمر، كمان استعملنا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه لتوعيه الناس واهميه الدور، ودايما كلمه انزل وشارك، خليك ايجابي، خد ده بلدك حافظ عليها، وخلي بالك ده مستقبل اولادك، ده استحقاقك اللي انت دورت عليه كتير وكنت بتتمناه. دي مصر اللي انت بتتمناها، مصر المستقبل، مصر اللي هي بتتطور وتتقدم رغم انف الحاقدين، مصر جميله، مصر بشعبها وبناسها، مش هتتقدم الا اذا كان ليك دور انتخابي وهدف تسعى ليه. كان دايما حمله التوعيه بانك لازم كل واحد يعرف قيمه بلده وينزل، وده مش هيبان للعالم كله، والرؤيه تشوف مصر قد ايه متقدمه الا لو شافت سفارات العالم كلها متقدمه بالمصريين اللي رايحين يبنوا باصواتهم. فدي كانت دايما رسالتنا يا فندم لكل مصري في الخارج، انزل وشارك، احنا المرايه الحقيقيه اللي هتعكس الوضع داخل مصر، واهالينا في مصر هيبقى احنا بالنسبه ليهم قدوه حذره. ان الناس برغم الجو السيء اللي تحت الصفر، ومع ذلك كلنا موجودين قدام السفارات، وناس جايه بفرحه وعاملاها عرس انتخابي وبالاغاني وبالاعلام، واقفين في تعز يعني ما اقل من كده، بالعكس تفكير وفرحتين. صحيح. ان شاء الله ده نتاج الانتخابات هتكون مشرفه. استاذه سحر. تمام، حضرتك لسه معايا على التليفون؟ تمام، الصوت بس ممكن نتحرك شوية علشان الصوت، لأنه الحقيقة أنا حابة أسألك عن هذا المشهد أمام السفارة المصرية في هولندا والسفارات المختلفة، وإقبال أسر يعني بها شباب وبها أطفال بالأعلام المصرية، رؤية المجتمع الهولندي وهذه المجتمعات ووسائل الإعلام لهذا المشهد الانتخابي، وحرص المصريين بالخارج على الرغم من بعدهم عن وطنهم على المشاركة في صياغة مستقبل الوطن، كيف تريه؟ الحقيقة هو يعني احنا المجتمع الهولندي، ان الجالية المصرية بالذات حريصة جدا انها تتواجد وتشارك في الانتخابات الرئاسية بشكل خاص. تحافظ عليه. ودي احنا هنا شفناها، ان الناس كانت قدامنا قدام السفارات وكانت بتعجب، واحنا بنركب الاتوبيسات واحنا بنقعد. فطبعا مشهد بعض من رموز الجاليه زوجاتهم من الهولنديات بيشوفوا الطاير، وفي هنا صفحات من محبي مصر بيشجعوا على السياحه لمصر، فهم شايفين ان مصر بتتغير، ودي موجوده حقيقه على الصحف، بيتكلموا على الاثار، بيتكلموا باهتمام الدوله بالاثار وبالحضارات وبالمتاحف وبالطفره الحضاريه وبالتغيير الطرق، وان مصر ودي شيء لا يمكن ان ينكره احد، يعني دي حاجه اللي هم متفقين عليها، ان مصر فعلا بتتطور
وانها افضل بكتير طبعا، ومشروع حياه كريمه فرق كتير، والحاجات دي كلها بتسمع. زائد ان كل مصري في الخارج بيطلع بعد ما بيصوت بيقف يتصور قدام سفاره بلده. احنا عملنا رسائل يا فندم عشان نوري قد ايه اهميه الحفاظ على الوطن. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة سحر رمزي، منسق حملة مواطن والمتحدث الإعلامي باسم الجالية المصرية في هولندا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.